احنا هلا بالاصحاح العاشر من انجيل مرقس. وقام من هناك وجاء الى تخوم اليهوديه من عبر الاردن، فاجتمع اليه جموع ايضا، وكعادته كان ايضا يعلمهم. فتقدم الفريسيون وسالوه هل يحل الرجل ان يطلق امراته ليجربوه؟ فاجاب وقال لهم بماذا اوصاكم موسى؟ فقالوا موسى اذن أن يكتب كتاب طلاق فتطلق. فأجاب يسوع وقال لهم من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية، ولكن من بدء الخليقة ذكر وأنثى خلقهما الله. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقنه إنسان. ثم في البيت سأله تلاميذه أيضا عن ذلك، فقال لهم من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. وقدموا إليه أولادا لكي يلمسهم، وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم. فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ وقال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم، وفيما هو خارج إلى الطريق رقد واحد وجث له وسأله أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. أنت تعرف الوصايا، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. فأجاب وقال له يا معلم هذه كل حفظها منذ حداثتي. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. فاغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. فتحير التلاميذ من كلامه، فأجاب يسوع أيضا وقال لهم يا بني ما أعسر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فبهتوا إلى الغاية قائلين بعضهم لبعض فمن يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. بنوقف لهون حتى نقدر نناقش قد ما فينا هالموضوع. إذن يسوع ينتقل من مكان إلى مكان بمسار عند الإنجيل مرقس هو مسار مدروس لحد ما يوصل على اللي لازم يوصل عليه اللي هو الصلب. يعني طريق يسوع ستصل إلى الصلب. هلأ الجموع دايما تتحكم حواليه، بيركز مرقس هون وكان يعلمهم، ما ركز وكان يصنع العجائب والآيات، لأنه هو بيركز مرقس على التعليم. وكان يقولوا بالإنجيل أول شيء قلنا عنه بإنجيل مرقس وكان يكلمهم كما له سلطان. إذن سلطة الكلمة، قوة فعل الكلمة الإلهية. هوني دايما بتحسوا إنه في مسار يسوع عم بيعلم الناس، بس في مين عم بيعرقل؟ اللي عم بيعرقل ببداية الإنجيل في عنا عرقلة من الشيطان، هلا عرقلة من الفريسيين. طرح عليه سؤال، دايما الأسئلة اللي بيطرحوها الفريسيين على يسوع هي أسئلة امتحان للسقوط. يعني بيسألوه ليجربوه، ليقولوا له أنت عم بتقول جاية باسم الله، بس بزيت الوقت أنت عم تخرق التوراة، أنت عم تكسر الناموس،
مشان هيك كان هو حذر جدا بكل جواب من الأجوبة، وأكثر الأجوبة كان يعملها أن يبدأها بسؤال، يعني أن يجيب على السؤال بسؤال ليعلق اللي سأل، وخصوصا إذا كان السائل هو مجرب. وإذا بتلاحظوا استعمل كلمة ليجربوه، هذه كلمة المجرب اللي هو الشيطان. إذا كل فعل فيه عرقلة لعمل يسوع هيدا من عمل الشيطان، بيقدر ينفذه شخص، بيقدر تنفذه مجموعة، بيقدر تنفذه فكرة. قال لهم بماذا أوصاكم موسى؟ إذا لاحظتوا زدت الجواب بشكل سؤال ليطلع منهم هني موسى، لأنه قالوا هل يحل الرجل أن يطلق امرأته؟ طب شو عم تسألوا؟ ما زال الناموس عندكم، أعطيكم موسى شو قايلكم، فليه عم تاخذوا مني؟ قال له موسى أذن أن يكتب كتاب طلاق. إذا في كتاب طلاق. هوني بلش يسوع يعمل نوع من تفسير للتوراة، لأنه بالحقيقة هو المفسر الوحيد لكلمة الله، الوحيد، مش هو مفسر والمفسر الأول، الوحيد. وإذا بتلاحظوا بإنجيل آخر، بإنجيل يوحنا مثلا، بيقول الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو فسر، مش بالعربي هو خبر، هو فسر، هو عامل التفسير. ويستعمل باليوناني كلمة اكزيجاز، يعني التفسير. فسر هون موقف موسى لماذا أعطاهم كتاب طلاق، لأجل قساوة قلوبكم. أنتم بتلاحظوا كلمة قساوة القلوب هيدي واردة كتير بالعهد القديم. الرقبة تخيني، القلب قاسي، ولأجل قساوة القلوب كان الله يتعامل معهم، لأنه ما عندهم قلوب كما أرادها الله. مشان هيك إذا بدكم المعاناة الكبيرة بين الله وشعبه مبلشة من زمان واستمرت بيسوع المسيح، حيث المعاناة نفسها بين الرب وبين نفس الأشخاص يلي بيعتبروا حالهم محتكرين الله، كون الله هو إلههم وبالتالي هم شعبه، يعني هو إلههم لوحدهم. وهيدي الفكرة اللي ما قدروا يستوعبوها اليهود. لمن انتوا بتكونوا شعب الله المختار، سموا حالكم، مين قالكم انه انتوا الشعب الوحيد؟ لمن الله بيكون الهكم الكم، مين قال انه الله بيكون الهكم بس؟ وبالتالي المشكلة هي بالاساس برؤية اليهود لمن هو الله، او ما هو الله. لأجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية. ولكن لاحظت أن موضوع الطلاق هي حالة استثنائية وليست حالة دائمة، حالة طارئة، عندما يكون هناك قساوة قلب. وتكون في قساوة قلب يعني في ظالم وفي مظلوم. مشان هيك المظلوم لازم يدافع عنه الله. وبالتالي كتاب الطلاق كان لحفظ المظلوم من المظلومية، مش لإعطاء بريفيليج، لإعطاء امتياز للظالم. أما من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهما، يعني الموضوع هو الحالة الأساسية هي الارتباط بين الذكر والأنثى. هلأ بين هلالين، هلأ طالع موضة كبيرة كتير على قصة المثليين، وأنه بيتجوزوا المثليين وما بيتجوزوا المثليين. هيدي الآية، الله خلقهم ذكر وأنثى، يعني ما في شيء تالت يدخل بفكرة الارتباط الزواج إلا بين ذكر وأنثى. ذكر وذكر، أنثى وأنثى، هيدي كلها من أعمال الشيطان. وقد ما واحد هلأ بده يقعد يتفلسف بأنه هو حافظ حقوق الإنسان وبهمه حق الإنسان، حق الإنسان أن يبقى على صورة الله، مش حق الإنسان أنه يغير صورة الله. صورة الله خلقهما ذكر وأنثى،
أما الحالة الخاطئة، الحالة الشاذة اللي بتكون بالتاريخ البشري، هيدي تعالج من باب الرحمة، تعالج من باب التوبيخ، تعالج من باب الإرشاد والتصحيح، وتعالج أيضا من باب الحسم والحزم. يعني ما فينا أن احنا نخضع تحت فخ حقوق الإنسان حتى نطير كل المفهوم يلي الله طرحه بالكتاب المقدس. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه، لاحظتوا قال ذكرا وأنثى، بعدين قال الرجل يترك أباه ويلتصق بامرأته. إذا عم بيحكي عن مفهوم الزواج، مؤسسة الزواج، هون ترك الأب والأم مش بالمعنى تركهم يعني إهمال، ترك بمعنى ترك الإقامة معهم ويقيم مع زوجته. موضوع الإقامة مش موضوع إنه واحد يترك بيه وأمه، ويكونان الاثنان جسدا واحدا. هلا خلينا شوي ناخذ وقتنا بموضوع الجسد الواحد. هلا فكرة الجسد الواحد، اسمحوا لي أنا أعطيكم رأي، درسوا ما ضرورة تتبنوا، أنا ما بعمل إرهاب عقلي بالتعليم. أولا إذا حكينا عن الزواج كسر زواج، في عريس وفي عروس. العروس هي الكنيسة والعريس هو المسيح. إذا حكي بولس برسالته إلى الأفسس بيقول ما في سر للزواج إلا سر واحد، هو سر المسيح والكنيسة. وبالتالي وقت اثنين بيتزوجوا بيصيروا جسد واحد، مش بسبب الحب بيناتهم، لأنه الحب بينتهي بلحظة، بينتهي بفعل من الأفعال من قبل الطرفين أو أحد الطرفين، بينتهي بسبب مزاجية، ولا بسبب السكن سوية، لأنه السكن سوية ما بيعمل وحدة حال. إذن هيدول ظروف، هيدول حالات، ولكن الأساس وين؟ بقصة الفكرة اثنين يصيروا واحد. طالما في عريس هو المسيح لازم يكون في عروس وحدة. إذا الرجل والمرأة تزوجا أمام المسيح اللي هو العريس، انتبهوا، تعلمنا وبعتقد هذه فيها شطط، تعلمنا أنه المسيح هو اللي ببارك الإكليل، المسيح هو شاهد على الإكليل بين اثنين. معلش يقبلوا الكلام مني وتحققوا منه بالخبرة وبالتعليم. المسيح لأنه شاهد ولأنه مبارك، لأنه إذا كان شاهد ولا كان مبارك بصير عنصر ثالث، يعني في عنصرين الرجل والمرأة، والعنصر الثالث أم ببارك أم بكون شاهد، أم يفعل يعمل السر يلي بدك، يقدس يلي بدكم، هون بيكون صار ثالث. وهيدي تخرق فكرة الزواج يلي طرحه بولس بين المسيح والكنيسة. أي رباط آخر بالرجل وامرأة بتسموه زواج إذا كان منسجم مع الطرح اللاهوتي الأساسي تبع بولس أن الزواج الوحيد هو المسيح والكنيسة. وبالتالي عريس واحد بيلزم عروس واحدة، الرجل والمرأة بيكونوا في نفس الوقت هما العروس للمسيح، مشان هيك بيكونوا واحد، لأنه اتحدوا بأن يكونا ويرتضيا أن يكونا العروس للمسيح، مشان هيك الوحدة. إذن الوحدة بيناتهم مين يلي عملها؟ ارتباط العريس بالعروس فيهم، بيضل العريس هو البريمو، هو الأول يسوع، وما في عنصر ثالث بالزواج، في عنصر ثاني، هن الزوج والزوجة، الرجل والمرأة. إذن يكونا جسد واحد لأنهم بيكونوا اثنيناتهم عروس واحدة للمسيح. مشان هيك الآية بتقول إذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله ليفرقنه إنسان. هون الذي جمعه الله مش بين الرجل والمرأة بتفسير بولس بعدين،
الذي جمعه الله بين بين العريس يسوع وبين الرجل والمرأة الإنسان الخاطئ، يلي وقت قرر الله يفتدي البشرية، وقت الله يخلص البشرية ويتزوج البشرية كعريس وهي كعروس، هذه ما في حدا بيقدر يفصلها لدرجة حتى خطايانا ما بتفصل الرباط بين العريس والعروس اللي نحن. بتكون هي عروس فيها عيب، مشان هيك بولس بقول كل يوم بجيب العروس وبغسلها بالكلمة، يعني بالإنجيل بكلمة الله، ويعيدها كعروس لا عيب فيها من أول وجديد، مثل ليلة الدخلة في الأول وجديد، يوم العرس لو يوم الاتحاد من أول، كأنه عروس اتجوزها وراح شهر العسل. كل يوم يسوع بيعمل هالعملية أن يجعلنا عروسه بغسيلنا من بالكلمة الإلهية، وبالتالي أن نعود نحن إليه. مشان هيك لا يفرق أنه إنسان، يعني هون شو نفوت بمعضلة، كيف يا أبونا لا يفرق أنه إنسان والكنيسة طلقتهم؟ لا لا لا، لأجل قساوة القلوب الكنيسة تمارس الرحمة بالغلط، يعني هي مجبرة على إنقاذ المظلوم لأجل قساوة القلوب التي تتكرر. فمشان هيك الاستثناء يلي عطاه موسى بكتاب الله بيقدر يكون متكرر باستثناء تعطيه الكنيسة لتدبير أمر خطر لإنقاذ ظلم ما، فبالتالي بتضل حالي استثنائية. هون الحديث عن إعادة ارتباط، فقال لهم من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، لأنه بالنسبة له هيدا القرار هو واحد، لأن اتخذت عهد أن تكونوا اثنينتكم عريس عروس للمسيح، عروس للمسيح. إذا أنتوا بمعنى ما وقت أنت بتروح بتتزوج أخرى هوني عم تعمل أنت كسر للعلاقة بين المسيح وبين هالكنيسة اللي أنتوا تبنيتوها وتعاهدتوا فيها. بتكون عم تزني مش ضد مرتك، بتكون عم تزني ضد المسيح. مفهوم الزنا بالكتاب المقدس هو مفهوم الترك، أن تترك الله، هيدا اسمه زنا بالكتاب المقدس. بيقول إرميا أنتوا مش بس تركتوا النبع، أنتوا تركتوا النبع ولحقتوا بير فاضي، يعني عملتوا ضربتين فرد ضربي. أول شيء الترك هو مفهوم الزنا، التخلي، التراجع، الخيانة للعهد بين الله والشعب، وهيدا هي لكتير الله عن إسرائيل أنها زانية. إذا بتشوفوا سفر هوشع كتير، وإذا بتقروا بحزقيال النبي بين الأصحاح 16 والأصحاح 23، أنا بضمن لكم إذا الليلة بتروحوا تقرون بتحسوا بخجل كيف عم تقروا هيك كلمات، إنه هالقد الله قاسي بشرح خيانة إسرائيل لإله كزوج. كزوج بيستعمل بالعبري عبارة حاسد، كالحبيب المحب الغيور بغار على مرته، ما بخليها تتطلع بحدا، مش بس حدا يتطلع فيها، هي ما بده إياها تتطلع بحدا، تتطلع بحدا يعني بآلهة أخرى، بعبادات أخرى. هلأ انعكس هيدا على علاقة الرجل المرأة بالزواج، لأنه بيلحق ظلم بهالموضوع. إذن الحديث كله بدنا ناخده بأبعاده، وخصوصا إذا اطلعنا على هالنص هيدا بالموازاة مع الأناجيل الإيزائية. الأناجيل الإيزائية يعني متى مرقس لوقا، بتحط المقاطع اللي بتحكي عن في تغييرات بالجمل عند كل واحد، لأنه كل واحد عنده موهبته، كل واحد عنده هدفه من إيصال الكلمة ورعاية الشعب اللي عم يكتب لهم كمان.
وتصحيح مساره. هلأ مرقس صعوبته أنه كلماته مختصرة وجافة، بيفكروا الناس أنه هو إنجيل بسيط شعبي. هو من أصعب الأناجيل لأنه من أكثر الأناجيل اللي بيستعمل ما يسمى السهل الممتنع. قصة بسيطة أعطيكم مثل. وقت حكي متى عن تجربة يسوع في البرية، وقت حكي لوقا عن تجربة يسوع في البرية، عملوا مقطع طويل عن هالموضوع، التجربة الأولى، التجربة الثانية. مرقس بأي وحدة؟ بعتقد الإصحاح 12 من الآية الأولى. أي وحدة؟ قال إنه كان يقتاده الروح يعني بالقوة على الصحراء وهناك جرب، بس ما عمل تفاصيل. أول بدكم تعرفوا إنه هو تقليدي الأول، هو أول واحد كتب الإنجيل مرقس سنة 67 بعد موت بولس وبطرس. ليش كتب الإنجيل بعد موت بولس؟ لأنه الناس اتضعضعت، مات المسيح وقام المسيح وصعد المسيح وسيأتي المسيح، هذا خبرية الرسل. في رسل عم ببشروا موجودين. طيب وقت مات الرسل اتعرصوا بطرس، بولس انصلب، بطرس بلش يموتوا، صار في نوع من احساس باليتم بالكنيسة. مرقس والتلاميذ والباقيين لئلا يتشوش الانجيل المعيوش المعاش كتبوا ليحفظوا التقليد الكتابي. مشان هيك مرقس كتب اول شيء، بعدين متى ولوقا اذا كانوا اطلعوا على التقليد يلي اتخذ منه مرقس وكتب بسبب خبرتهم وعيشتهم مع المسيح، ارادوا بمطارح ان يتوسعوا بالكتابه لشرح الحقيقه بشكل هن بيردوها يوصلوها للبيئه تبعيتهم. متى بالبيئه الفلسطينيه اليهوديه، لوقا بالبيئه اليونانيه الثقافيه الهلينيه المتعلمه. فبالتالي التغييرات بصياغه القصه هذا ليس عن تضارب بصحة الخبر، ولكن عن تكامل بالحقيقة اللي عم يشوفوها تلاتتهم. إنجيل يوحنا مختلف تماماً، بعدين ما حطوه بالأناجيل المقابلة مع بعضهم لأنه أخذ منحى آخر، مشان هيك سموه يوحنا اللاهوتي. طريقة كتابته مختلفة تماماً عن سرد يلي سردوه الأناجيل التلاتة. هون من بعد الحديث عن هالموضوع، لاحظوا جابوا له أولاد لكي يلمسهم. التلاميذ ببعضهم ببساطتهم بسطحيتهم ما وصلوا للحقيقة ليفهموها، اعتبروا هيدي ضجة واعتبروا هيدا فوضى واعتبروا هيدا تحرتوا. وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم، زعبوا الناس، استعملوا كلمة اغتاظ يسوع، هذا الغضب الإلهي مش الغضب اللي بيولد خطية، لأنه كل غضب مثل المرأة الحبلي بدها تولد خطية، يا بتتأخر لتولد الخطية يا بتولد دغري، بس بالنهاية في حبل بالخطايا. الغضب البشري، الغضب الإلهي هو لتصحيح المسار. دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعون، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. إذن لمثل الأولاد ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. فاحتضنهم ووضع يديه وباركهم. الأولاد بيستعمل عبارة لمثل هؤلاء الأولاد، يعني يلي بيشبه الولاد، في بيدر ما يكون ولد بس بيشبه الولد. شو التركيز هون بهالنقطة على ملكوت الله والولد؟ جيبوا ولد صغير حطوه بحضن بيو أو أمه وخدوه مشوار بعجقة سير أو بعجقة عالم على الطريق. يكفي الولد إنه يكون ماسك إيد أمه أو إيد بيو
حتى يحس بطمأنينة، مهما كان الفوضى عامة حواليه، مهما كان الأخطار حواليه، بالنسبة لإله مسكة الإيد هي الأمان، مش الحال اللي حواليه. بمعنى آخر، إذا كان رايح بجنيني بلونا بارك وبديزني لاند، قد ايه في بينبسطوا الاولاد. اذا كان الولد بعيد عن امه او بعيد عن بيه، يحس بقلق وضياع رغم انه كل المحيط شيء حلو. اما اذا كان بمحيط مش حلو وكان ماسك امه، ما بيعني المش حلو لانه هو بامان. اذا موضوع ارتباط الانسان كولد بالله كأب أو كأم، لأنه في صفات الله أنثوية وفي صفات ذكورية، لمن بقول الله رحوم، هذه رحوم جاية من كلمة رحم. إذا كالأم التي تحتضن، بمطارح تاني بولس بيستعمل الصورة وقت بيقول إذا كان لكم معلمين أما أنا فولدتكم بالمسيح بالإنجيل. ولدتكم بالمسيح بواسطة سبرم اسمه الإنجيل. البذرة المزروعة هي الإنجيل. واستعملت هيدي بالكنيسة الأولى، اللوغوس سبرماتيكوس باليوناني. لوغوس يعني الكلمة، سبرماتيكوس من كلمة سبرم المزروعة، بمعنى أنها المنتجة ولد، المنتجة ثمر. إذن الولد اللي يتعلق بالله بهالإحساس بالأمان، وبذات الوقت ما بيعتل هم الولد، بيكفي يقول حتى البي أو الأم تنفذ طلباته، بدي بيتلبى الطلب. شغلة أخرى، تخيلوا على غدا الولد قاعد مع أهله، كل الغدا موجود، كل شيء. بيقوم الولد بيقول أنا بدي أعمل رجال وقرر روح على الطنجرة وصب من المطبخ وجيب. بيروح على المطبخ بيلاقي ما في طنجرة، عذابه فارغ وهدفه فارغ. ليش؟ لأنه الطنجرة على الطاولة، وهو كان قاعد على الطاولة مع البي، كل شيء مأمن له. هيدي خطية آدم، هيدي خطية الإنسان الأساسي، إنه بده شيء حاصل عليه من الله بس بده يروح يجيبه من مطرح تاني. راح لقى فراغ، ما طلع له شيء. لكن هيدي الخطية. إبليس راح وشوش آدم بشو؟ بإنه يلي بدك إياه الله ما بده يعطيك إياه، هو الله عطي كل شيء، عمله سيد على الخليقة مثله، شاركه بالسيادة، شاركه بالخلق، لأنه عطاه أنه هو يسمي. ما إذا بتسمي بتصير أنت المسيطر. إذن لو عم بستطرد لوصلكم لفكرة أنه الولد وقت يقرر يحصل على شيء بمعزل عن بيه أو عن أمه، دخل في حالة من الضياع لأنه ابتعد عن الكنف، عن الحماية. وإذا بتبتعد عن الكنف أنت صرت تحت سلطة آخر. مشان هيك كل ابتعاد عن الله هو عمل شيطاني، لأنه أنت بتكون تحت الخطر، بتصير معرض للخطر. مثل بالقبائل القديمة، في خيمة رئيس القبيلة، شيخ القبيلة، الملك، الناس طالما هي بجواره بمحيط خيمته يلي هو مسؤول عنها، هن بأمان. بس يطلعوا على الصحراء صاروا تحت خطر الموت، تحت خطر الضياع، وتحت خطر أن يقتادوا من العدو بالصحراء يلي هو الشيطان. هون دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأني لمثل هؤلاء ملكوت الله. شو ملكوت الله؟
الملكوت يعني المملكة، في مملكة بلا ملك ما بتسميها المملكة. هلا تخيلوا مرة كان في رحلة، واحد أخذ أولاد، أخذهم على قناطر زبيدي بصوب مكلس حزمي، بيقول لهم هون كان قصر الملك زبيدي، هني شافوا تحجار ما في شيء، هون كانت ساكنة الملك زبيدي، وهون قط الصفرة تبع الملك، ما في شيء، كله اختراع. طيب في مملكة لزبيدة هلأ؟ ما في، لأنه ما في زبيدة. إذا ما في ملك ما في مملكة، إذا ما في ملك ما في ملكوت، وبالتالي كلمة ملكوت تفترض وجود ملك، وليس ملك عادي، ملك يملك. عشان هيك بتتذكروا المزمور الرب قد ملك، ما بقولوا الرب هو ملك، الرب قد ملك، يعني بده يفعل فعل ملكيته طالما اسمه ملك. ما في يقول انا ملك بس مستقيل، بطل ملك. ما في يقول انا ملك بس ما عم بملك، بطل ملك. اذا الملك مرتبط بوظائفيته، الملكية فانكشنال، وظائفية. مشان هيك يا اخوان الاسقفية هي وظائفية، الكهنوت هو وظائفي، بمعنى بدك تفعل كهنوتك بخدمة الكلمة وبخدمة الأسرار. لمين؟ للشعب. إذا عمليا وتقول لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله، يعني عم بيقول لمثل لهؤلاء الله وما يملك، الله وما عنده، يعني أنت بتصير وريث ما هو بحكم ملك الله، هذا هو الملكوت. إذا أنت بتصير شريك بالورثة. ومن هون يا أخوان وقت الحديث عن بنوة، لقلنا بنوتنا لله، نحن أبناء الله، ما بنعنى أنه منصير من شعبه، في لخبطة بالعقل. نحن منا شعب الله، لا مختار ولا خير أمة أخرجت للناس، نحن أبناء الله. فرق كبير، لأنه الشعب بيقدر ينال من الملك الحماية والقانون، بس الابن بيقدر ينال حرية التصرف بالبيت، على المائدة، بغرفة النوم، على العرش، هو شريك، هو وريث. مشان هيك المعمودية ما كانت لمحو الخطية وبس، المعمودية لأن تكون أنت مرتقي من حالة العبودية وليس إلى حالة الحرية، لا، من حالة العبودية إلى حالة البنوة لله، أن تكون ابن الله. إذن ولد الله يعني ابن الله، أنت وريثه. هيدي مين عنده إياها؟ يسوع المسيح. ولأنه يسوع المسيح بمحبته الغير موصوفة والغير مدركة، ما بيقدر يدركها الإنسان، عمل عمل الخلاصي، مش لأنه كنا تحت حكم شيطان بطلنا تحت حكم شيطان، صرنا خطايا بس بطلنا خطايا. أنت صرت من عبد على الطرقات، أي حدا بيقدر يتسلط عليك، إلى ابن، تصير جوات القصر الملكي جوا. مشان هيك وقت نحن منتصرف ليس كأبناء الله، نحن شو عم نعمل؟ عم نخردق ونخلخل بيت الله وفكرة الله يلي ارتضاها للبشر. كان آدم شريك بالخليقة، سيد على الخليقة، آدم الجديد اللي هو يسوع المسيح هو وريث الملكوت، وريث الله. وانت وانت لأنكم اعتمدتم باسم يسوع وباسم الآب والابن والروح القدس وارتضيتم هذه العطية المجانية بدون فضل منكم، صرتم أبناء. مشان هيك بولس بقول وإذ صرنا أبناء، صار عنا نقدر نصرخ صرخة
يلي ما حدا صراها غير يسوع، أفا وتركها هيك بولس، أفا وترجمها بطير يعني الآب. بصير أنت تقدر تصرخ لله يلي ما حدا بيصرخ غير الولد الصغير للبي الكبير، لابنه الحقيقي، لبيه الحقيقي، بابا، بيي، وبي باللغات العربية. إذا نحن منصير نقدر نقول أبا، مشان هيك أبانا الذي هي مبلشة أساسا أبا. هل بدكم تتعلموا الصلاة؟ صلوا هكذا، أبانا الذي جعل الله يسوع المسيح بهالصلاة أن يكون أب. وإذا هو أب يعني أنت ابن، إذا أنت ابن يعني بتورة البي. شوفوا شو حلوة صلاة أبانا الذي، هيدي صلاة أخروية على كل حال، يعني صلاة اليوم الأخير، بس أنت بتجعله قبل وقته. مشان هيك أمتين تصلى أبانا الذي في الليتورجيات الكل، المسيحية، المارونية، الكاثوليكية، الأرثوذكسية، أبانا الذي تصلى بالكنيسة قبل المناولة. أنت صرت أب لإلي وأنا ابن لإلك، مشان هيك أنت بقول لك البي تعالى كيف تاكل على طاولتي، مشان هيك تروح على المناولة تأكل الفصح، تأكل يلي لازم تعميك. شوفوا عظمة مطرح أبانا الذي بالقداس، كيف الآباء اكتشفوا وين مطرحها. وإذا بتلاحظوا أبانا الذي مقسم إلى سبع شقف، وكل الشقف شو بتكون؟ الذي أبانا الذي في السماوات يلي فوق كن تحت، لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض، نجنا من الشرير، وإمتين؟ نجنا في اليوم الأخير من الوقف قدامك كمتهمين. إذن كل هذه صلاة أخروية. وطبعا خبزنا أعطنا اليوم، هلأ في خلاف عليه بالترجمة بين الغرب والشرق، مش مشكلة، واحد يرجع للنص الأصلي، بيستعمل الخبز إبي أوسيوس، أوسية يعني الجوهرية، إبي التي تأتي من فوق. إذن عم بتقله الخبز اللي بدك تطعمينا إياه باليوم الأخير اجعله هلأ، يلي هي منتزوقها بالمناولة جسد ودم الرب، لأنه هو الفصح. مسيح هو الحمل المذبوح لأجلنا، مش عنا، لأجلنا. إذن احتضنهم ووضع عليه يدي عليهم يد وباركهم. إذن البركة دائما هي الأمان، السلام، وتكريس البنوة والأبوة لله للإنسان. هون ننتقل فيما هو خارج للطريق. واحد قال له أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ يسوع من وقت ما إجا هيدا عرفه، قال له عم بتقول عني صالح، أنت بتعرف إنه ما حدا صالح إلا الله، بس خليني أكمل معك الجدل في الوصايا. تعرفها؟ قال له حفظتها منذ حداثتي. إذا القصة تحفظها. فنظر إلي سهو أحبه. هون إذا بتلاحظوا في شيء مختلف عن متى، بيقول بمتى وجاء إلي مجربا، واحد مجربا عم بجربه. هون ماركوس مش كاتب مجربا، مشان هيك قال ونظر إلي يسوع وأحبه. شو أحبه؟ يعني عنده صدق بالرغبة بطرحه، مش عم بجربه ولا عم يمتحنه، ولكن سيصطدم بحائط آخر هو المال، مشان هيك سيعود حزينا ومغتما لأنه ذا أموال كثيرة. إذن المال عنده إشكالية مش بوجوده بحد ذاته، إشكاليته بكيفية التعامل معه، بتسخيرك لإله. إما بتكون أنت بالمال تبعك عم تفتح مجال لاتباع يسوع وبكيفية التعاطي معه، إما بتكون بتعاطيك مع المال بتكون عم تبتعد عن اتباع يسوع. مشان هيك قال له
فيكون لك كنز في السماء إذا أعطيت للفقراء. يقول وتعال اتبعني حاملا الصليب. شوفوا لأنه إنجيل أولي أول واحد مرقس، متى بتصير تشوفوا أن أراد أن يتبعني فليحمل صليبه ويتبعني، وهنيك وقت قال له للغني تعال اتبعني ما قال له حاملا الصليب، مرقس حطتها حاملا الصليب، لأنه هيدا الموقف اللي بدك تاخده في إحساس بالمصلوبية، يعني في تضحية، في إماتة ما يبعدك عن المسيح يلي هو المال، لأنك غني وبقيت غني وحزنت لمن قال لك بدك تتخلى عن مالك. إذا القصة وين؟ أنت عندك إحساس إنه أمانك وخلاصك وإنقاذك يكون بالمال يلي معك، مش بالله الذي تريد أن تتبعه. إذا بتعمل هون نوع من كونفليكت، تعمل من شرك بالعبادة بين عبادة الله وعبادة المال. مش إن هيك كما يقول أحدهم المال اللي بتحطه تحت إجريك بيطولك، والمال اللي بتحطه على راسك بيقصرك. تستعمله خادم بيكون صالح، تستعمله سيء سيد بيكون سيء. إما المال إما بيكون خادم صالح إما سيد سيء. هيدا الزلمه هون بعده ما حل مشكلته مع علاقته بالمال، ارتباطه، مفهوم هالعلاقه، التفسير يلي حطتها للعلاقه. فنظر يسوع وقال ما اعسر دخول ذوي الاموال الى ملكوت الله. اذا قبل الاطفال بفوتوا على ملكوت الله. الطفل ما بيكون معه مصاري، الطفل بيتكل عبيه يطعمه ويأكله. هون ذوي المال معه مصاري ما بحاجة لبيه ليطعميه ويأكله، هو بيأمن حاله مثل جده آدم يعني بده يعمل. إذن في عسر صعوبة، فتحير التلاميذ من كلامه، فأجاب يسوع أيضا ما أحسن دخول المتكلين على الأموال. صلح ما يفكروا غلط التلاميذ، المتكلين على الأموال يلي بتتكل على المال كأنه هو مصدر عيشك، هو مساعد لعيشك ولكنه ليس مصدر، وليس مصدر خلاصك وليس مصدر إنقاذك. مرور جبل من ثقب أبرة أيسر من أن يدخل غني ملكوت الله. فبهتوا إلى الغاية قائلين من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. أنا بدي أخذكم لمطرح بس فكروا فيه. أعتقد إنه هالمقطع موضوع الجمل يدخل من ثقب الإبرة، هلا كتير عمرو تفسيرات إنه الجمل هو الحبل التخين اللي ما بفوت بالإبرة. أنا باليوناني مكتوب جمل، جمل جمل يعني ثقب الإبرة. قالوا في بوابة بأورشليم صغير كتير اسمها ثقب الإبرة لأنه صغير، أكيد الجمل ما بيقدر يفوت فيها. رأيي وبقترح عليكم لا تدرسوا، أعتقد هون يسوع عم بيعمل مقارنة بين إبراهيم الذي كان ذا أموال كثيرة وعنده عشيرة وعنده أرض وعنده غنى وعنده مواشي. الله قال له اترك أرضك وعشيرتك وخل غناك وامشي بهالصحراء وأنا بأمن لك كل شيء. فترك كل شيء إبراهيم ورحل فقيرا، فصار هو ساكن في ملكوت الله. بعتقد هون عم بيرمي لهذا الموضوع، لأنه الوحيد اللي انذكر بموضوع هيدا بالعهد القديم هو إبراهيم، وآمن فحسب له برا. شو يعني آمن؟ آمن بكلمة الله يلي وعدوا فيها وما تحققت، بس مشي إبراهيم بالطريق كأنه كلمة الله محققة وهي لم تتحقق بعد. عيش التحقيق
للوعد بدون أن يصل إلى الوعد. هيدا العظمة تبع إبراهيم. مشان هيك بنسمينا أبناء إبراهيم. بولس أبناء إبراهيم مش اليهود، انتبهوا، هني بيفكروا حالهم. بولس الرسول قال له أنتوا بتصيروا أبناء هاجر مش أبناء سارة، أبناء العبدة. ليش؟ لأنه ما قبلتوا يسوع المسيح. كل إنسان يهودي أو أممي يقبل بيسوع المسيح ربا ومخلصا يصبح ابن إبراهيم. كل إنسان يعتبر حاله ابن إبراهيم وما بيقبل بيسوع رب ومخلص بيطلع من هالموضوع ببطل ابن إبراهيم. هذا الأساس. إذن هوني المقطع الأساسي، لأن كل شيء مستطاع عند الله. كيف يعني؟ على الطريقة اللبنانية، إنه مبارح واحد قتل واحد بالسسويت، إنه إذا عنده زعيم بمرقه، هذه يعني؟ لا، هون لأن كل شيء مستطاع عند الله، مش إنه بمرق الغني وهو بحب الأموال ومتكل على ماله، لا، هو بسبب كلمة الله التي تأتي على الغني ويقبلها ككلمة مخلصة وفاعلة، هو بيترك كل شيء ويتبع المسيح ويتبع الله. إذن مستطاع عند الله هو أن يستطيع الله أن يزرع الكلمة لناس بتقبلها وتتحول وتتغير. هون استطاعة الله وقدرة الله. بس يلي ما بده ويمضي مغتما حزينا كهذا الذي مضى في هالمقطع. يكفي اليوم، تعبتكم، شكراً.